هذا وشاركت مؤسسة حياة كريمة في احتفالية كتف في كتف والتي تنظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي باستاد القاهرة الدولي بمشاركة أكثر من 60,000 متطوع، احتفالا بجهود ألاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية. كما أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن مشاركتها بتوزيع 1 مليون كرتونة مواد غذائية على المواطنين الأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية ضمن مبادرة كتف في كتف، بحضور أكثر من 5,000 متطوع، فضلا عن مشاركتها في إطلاق مبادرة كتف في كتف خلال الأسبوع الماضي بثلاث محافظات هم الأقصر والشرقية وكفر الشيخ وجنوب سيناء.